تحية طبعا ليك زميلنا العزيز هاني حتحوت، وكل التحية لمشاهدي الماتش على شاشة صدى البلد من أمام استاد القاهرة، حيث البروفة الأخيرة لمنتخبنا الوطني لكرة القدم المنتخب فوز منتخبنا بهدفين نظيفين في اطار الاستعدادات ان شاء الله لبطوله افريقيا في كوت ديفوار وحلم اللقب الثامن. هيمكن اداء النهارده متفاوت بعض الشيء، لكن اكيد عدد من الجمهور المصري اللي اكيد بنشكرهم من خلالك، لان هو ده الجمهور المصري اللي كنا بنامل ان هو يساند منتخبنا ان شاء الله. الكل يساند مصر والكل يرفع شعار نعم للمنتخب المصري في كوت ديفوار. عدد من مشجعي منتخبنا النهارده لازم نسالهم عن ارائهم وانطباعاتهم عن المنتخب بشكل عام. بص للكاميرا كده وقول لي شفت النهارده المنتخب ازاي؟ والله بص، هو المنتخب النهارده كان بيلعب بخطه متوازنه شويه، وكان عايز يجرب شويه المجموعه اللي بقالها فتره مش بتشارك مع انديتها يعني وكده، حاول يطمن عليهم. شايف لا ان شاء الله الدنيا كويسه. هو مختار عناصر طبعا دوليه كبيره جدا، ان شاء الله نتمنى ان هم يجيبوا لنا التامنه. اكيد تعالى قرب لي كده وقول لي ازاي متفائل لمنتخبنا بعد اداء النهارده، وشايف انه ان شاء الله حظوظنا اقوى. ان شاء الله يبقى احسن. هو النهارده ماتش تجريبي بس كده، اللعيبه بتشوف نفسها في الملعب، الماتش ودي وان شاء الله يعني اللي جاي يبقى احسن باذن الله. اكيد النهارده يمكن الاداء بعض الشيء الناس قلقانه، لكن البعض الاخر بيقول لك ده طبيعي لان اللعيبه هتسافر وكل اكيد خايف على نفسه من الاصابه عايز يشارك، صح؟ هو علشان اللعيبه برده اللي تم الاختيار عليهم، هم اللعيبه برده بتبقى خايفه من الاصابات اللي هي قبل البطوله على طول ديت، فدي بتاثر. هو بيجرب بيشوف اخر افكار في دماغه للعيبه في اماكن معينه او في مراكز معينه، مين رقم واحد مين رقم اثنين، فده طبيعي جدا في الاستعدادات، وان شاء الله ربنا يوفق المنتخب. قول لي بقى النهارده انت جايب الاسره وشايف الاطفال بسم الله ما شاء الله فين على مصر. بص يا حبيبي للكاميرا كده وترفع ايدك على فعلا مصر كده مع هاني. ايوه كده، بلدنا حد يقدر يتكلم، دي بلد مصر، احنا نمبر 1 وبس، مفيش بعدنا. هناخد البطوله ديت وساعتها هطلع واقول ايوه هناخد البطوله دي. تعالى تعالى قول لي. لا مش عايز الحاجه. قولي انت كلام بقى بالعالم ده. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. قولي بقى النهارده شفت الاداء ازاي؟ متفائل خير لمنتخبنا في امم افريقيا؟ انا ان شاء الله متفائل خير باذن الله. المنتخب المره دي هيوصل للنهائي باذن الله، وان شاء الله هيكسب بقى مش زي المره اللي فاتت باذن الله. وانا يعني الجو فعلا في استاد القاهره جو عائلي، انا واخد ولادي يعني خمسه ابتدائي واولى اعدادي والدنيا تمام يعني والامور تمام يعني. نادي الزمالك نادي كبير، بس وعدني منتخب مصر بعد كده يا جماعه تيشيرتات منتخب مصر، صح؟ اهلي. بص يا هاني يمكن ده اهلي وده زمالك، انتوا توعدوني بعد كده لما تيجوا الاستاد، لما تيجوا الاستاد يبقى فيه تيشيرت منتخب مصر. اكيد ان شاء الله. احنا واحد كلنا في البطوله دي وكلنا بنمثل مصر، كلنا مع بعض ان شاء الله ناخدها. قول لي النهارده انا بس هستعين ده منك قدامنا هاني، ارجع بكاميرا كده يا اسلام بعد اذنك. بص يا رجاله اهلي وزمالك يا هاني وكل جمهور مصر. اخويا لا اخويا لا هاني، انا هختم معاك باللقطه ديت وبقول لك ان شاء الله منتخب مصر قادر على حصد اللقب الثاني. عوده ليك والماتش.